تحياتي للجميع. اليوم الحلقة راح تكون كوكتيل نجارة وشوية ذكاء صناعي. الماكينة اللي عم بتشوفوها الآن في الفيديو هي ماكينة CNC. CNC للي ما بيعرف شو معنى CNC، هي Computer Numeric Controlled Machine. المشين هاي أو النوع هذا من الماكينات بيحفر على بعدين أو على ثلاث أبعاد، يعني 2D أو 3D، لأنها بتتحرك على ثلاث محاور X, Y و Z. طبعا في السوق أنواع كتيرة جدا، وفي منها صيني وفي منها أوروبي وفي منها أمريكي. النوع اللي موجود عندي أنا هو من شركة ستيب هاي زد CNC، هي ألمانية الصنع بالكامل. بالنسبة لأداة الحفر اللي بتستخدم في CNC بشكل عام، انت ممكن تستخدم اذا كنت بتحفر على الخشب اي راوتر. الراوتر الموجود عندي انا اللي عم بستخدمه هو من ماركة زونر الألمانية. طبعا يفضل يكون من نوعية عالية، لانه عادة CNC بتشتغل لفترات طويلة وبشكل مستمر، لهيك الافضل يكون من نوعية جيدة. هذا الجهاز اللي عم بتشوفوه هذا جهاز كمبيوتر كامل. جهاز الكمبيوتر اللي موصول على CNC ما لازم يكون في فاير وول، وبالتالي ما بتقدر توصله على الانترنت لهذا السبب. ليه ما لازم يكون في فاير وول؟ لانه الفاير وول ممكن اللي موجود بالويندوز ممكن يتعارض مع عملية تشغيل CNC، وبالتالي يسوي لك مشاكل، وممكن كمان يصير خلل في التشغيل اثناء التشغيل، وبالتالي طبعا تضطر تعيد التشغيل من البداية. هذا الجزء من الماكينة نقدر نسميه دماغ الماكينة، اسمه بالانجليزي الماشين كنترول يونت. وظيفته الرئيسية هي التحكم بحركة المحاور الثلاثة الاكس والواي والزي، بالاضافة طبعا لتشغيل الراوتر والتحكم بسرعة دورانه. طبعا هو عبارة عن حلقة وصل ما بين جهاز الكمبيوتر والماكينة، بيستقبل الجي كود وبترجم احداثياته لحركة حقيقية على المحاور الثلاثة الاكس والواي والزي، وعلى هذا الأساس بتم الحفر سواء بالبعدين أو بالثلاث أبعاد. آخر جزء من الأجزاء الرئيسية في أي ماكينة CNC هو الستيب موتور، اللي بيحرك الراوتر لما يحفر على كل محور من المحاور الموجودة. عادة بيكون على كل محور ستيب موتور واحد. في الماكينة اللي موجودة عندي على محور الإكس موجود موتورين، على أساس مبدأ التوازن، بسبب إنه محور الإكس هو الأكبر وهو اللي حامل بقية المحاور عليه. أكيد لأي ماكينة CNC راح تحتاج لشاشة عرض لتقدر تشوف الماكينة شو عم تعمل، وأكيد لتقدر تستخدم السوفتوير أو التطبيق اللي بيدير عملية الحفر. هذا الجزء يعتبر إضافة ممكن الاستغناء عنها، اسمها زيرو تول. إلها وظيفتين، الأولى قياس طول شفرة الحفر كل ما احتجت لتغييرها، والثانية بتقيس سماكة القطع اللي انت عم تحفر فيها. لكن مع انها اداة فعالة لكنها مش شيء اساسي، لانك ممكن تعمل كل هاي الاشياء عن طريق القياس باستخدام الماكينة نفسها لكن بشكل يدوي. المكون الثاني في اي ماكينة CNC هو السوفتوير، وعشان تنجز اي مهمة على ماكينة CNC راح تحتاج لثلاث تطبيقات. الاول اسمه CAD، اللي هو Computer Aided Design، وهو اللي بيحول كل شيء بتقدر تتخيله لرسم موجود أمامك على الشاشة. الثاني اسمه CAM، ويعني Computer Aided Manufacturing، وهو اللي بيحول الرسم اللي على الشاشة لواقع افتراضي، وبيعمل لك Simulation أو تمثيل لكيف ماكينة CNC راح تتصرف وكيف راح تحول الرسم لواقع. اثنين بيحول هذا الواقع الافتراضي للغة الآلة اللي بتفهمها عن طريق كوماند اسمه Post Process، وبالتالي لجي كود. الجي كود هو عبارة عن إحداثيات على المحاور الثلاثة، يعني لغة أرقام، وهي اللغة اللي بتفهمها الآلة الإكس والواي والزي. أفضل مثال على الكاد والكام هو الأوتوديسك فيوجن 360، وهو طبعا مجاني للهواة اللي مثلنا أو للطلاب أو لأي أعمال بيزنس أقل من $100,000 دخلها السنوي. آخر سوفتوير هو CNC Control Software، وهو اللي بياخد الجي كود وبيعطيه للماكينة عن طريق CNC Control Unit، ومنها للمحاور الثلاثة على أساس رقمي أو إحداثيات على المحاور الثلاثة مثل ما حكيت. صعبة؟
لا هي مش صعبة، بس مع الممارسة تستوعب الموضوع بشكل أكبر وبصير جدا ممتع، لأنك راح تاخد أي شي في خيالك وتقدر تعمله قدامك على قطعة من الخشب أو البلاستيك أو أي مادة ممكن أنت تحب تستخدمها. اللي عم بتشوفوه الآن هو سوفتوير الكام من فيوجن، وهذا تصميم بسيط لاسم القناة، وراح يتم حفره بطريقة الإنجريف أو الحفر، وهو أبسط نوع من الحفر لأنه الماكينة بتتبع فيه الخط المرسوم وعمق الحفر المطلوب من غير الحاجة لتغيير شفرة الحفر. الشفرة الأفضل لمثل هذا النوع من الحفر هي الشفرة اللي على شكل حرف V، وبتكون زاويتها 60 درجة، وهي أكثر شفرة مستخدمة لحفر الكتابة لأنه شكل الحفر بيكون مايل من كل جهة بنسبة 30 درجة. هذا الجي كود المطلوب عشان حفر 6 كلمات فقط، بيتطلب الأمر 15,000 سطر من الجي كود. في كل سطر في حركة أو 2 أو 3 على المحاور الثلاثة الـ X والـ Y والـ Z. للعلم في محترفين بيقدروا يبرمجوا الجي كود من غير ما يحتاجوا للبوست بروسيس اللي بيسويها السيستم وبشكل مباشر، طبعا أكيد أنا مش منهم. هون أنا بستخدم الزيرو تول مشان أقيس طول شفرة الحفر. الآن بدأت عملية الحفر، أنا بستخدم قطعة من الخشب لأحفر عليها اسم القناة. طبعا هذا مثال بسيط على اللي ممكن ماكينة CNC تعمله، وبدقة بتصل لواحد من 10 من المليمتر. بشكل عام أي شيء ثلاثي الأبعاد ممكن تقدر تعمله على ماكينة CNC، مع الوقت بتزيد خبرتك، وأعتقد إنها من الأشياء سهلة الإدمان. بالنهاية بشكركم لوقتكم ولمتابعتكم، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، وإلى لقاء قريب إن شاء الله. يعطيكم العافية.